السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب وطلبات الصف الثالث الإنجليزي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض المنهج بتاعنا. هنبدأ مع بعض بـ Unit 11 Part 1 Making the Right Choices، الاختيارات، اتخاذ الاختيارات الصحيحة. Revision Rewrite. Number 1 سامح intends to change his job، عايز استخدم going. احنا خدنا مع بعض في اليونت اللي فات ان انا ممكن عندي كذا طريقه ان انا استخدم بيها future simple، فمنها استخدام going to. عندي كلمه intend اللي هي بمعنى ايه؟ يعني يبقى سامح عنده النيه ان هو يغير وظيفته، يبقى هقول سامح is going to change his job. استخدمت going to معاه طبعا قبلها verb to be وبعد كده verb imperative فعل to must. Number 2 we have arranged to meet the manager tomorrow، احنا رتبنا لمقابله المدير غدا. احنا اخدنا في يونت 10 ان طالما بتكلم عن ترتيب سابق لفعل لسه هيتعمل اللي هو فعل المقابله، يبقى انا هستخدم زمن ايه سنه ثالثه؟ present ايه؟ present continuous. present continuous. present continuous يعني هعمل ايه؟ يعني هشيل طبعا arranged the whole، هشيل have arranged كلها، يبقى هقول we are meeting the manager tomorrow. number 3 بيقول I expect Ayman to pass his English test، انا بتوقع ان ايمن ينجح في الاختبار بتاعه. اخذنا بعض الكلمات اللي بتدل على ان ده توقع او تنبؤ بناء على الراي زي think و expect و sure و perhaps. في الحاله دي قلت ان انا هعبر عن الفيوتشر باستخدام كلمه ويل. انا هنا توقعي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لايمن، يبقى السبب بتاعي ايمن باس هيز انجلش تيست. ايمن باس هيز انجلش تيست، سوف ينجح في الاختبار بتاعه. يبقى ده بريدكشن ويزاوت ايفيدنس، توقع بدون دليل. استخدم معاه فيوتشر باستخدام. اوكي، معنا الفوكابلري. اول حاجه عندنا كلمه operation، عمليه جراحيه. يعني اقول my father had an operation last year، والدي كان طلع عمليه جراحيه او عمل عمليه جراحيه لعيب الماضي. بعد كده عندي كلمه lung. lung اللي هو الرئه زي ما احنا شايفينها. زي ما انت شايف كده في عندك هنا ايه؟ ده تدمير. يبقى الفيرب عندي damage. damage يدمر او يتلف او يسبب ضرر. والادجكتيف damaged، تالف او متضرر. هنا قدامنا smoking التدخين، شخص بيدخن. smoking cough يعني يكح او يسعل. addicted اللي هو مدمن لشيء معين، شخص بيبقى بيحب الحاجه دي لدرجه ان هو مش قادر يبعد عنها. طبعا الادمان ده على شيء، مش شرط ان هو يكون ادمان مخدرات. الادكشن او ادمان ممكن يكون ادمان على الشوجرز، السكريات. في ناس بتاكل حلويات كتير جدا، متقدرش تتوقف. اي حاجه التلفزيون، قراءة، تسوق الانترنت. regret. regret يندم على فعل شيء او يأسف لشيء معين. regret. archaeologist. archaeologist يعني عالم اثار. طب هو عالم ان هو يكتشف الاثار او يتعامل مع الاثار اللي سابوها المدفونه تحت الارض، ان هو يطلعها سليمه من غير اي حاجه. زي ما هنا بنشوف مثلا بيطلع مامي او جثه او موميا او بقايا عظام، وهنا بيطلع بقايا اواني فقاريه، ان الحاجه دي تطلع سليمه. وبيحفر في الارض بطرق بشكل معين يبحث عن الاثار، وبرده كمان ان هو يدرسها ويشوف هي بترجع لانهي فتره زمنيه ويعمل لها ترميم ان هي يكون فيها مشكله. archaeologist. كوز بمعنى يسبب او سبب. كوز. بعد كده عندنا expressions. feel ال بمعنى يشعر بالمرض. احنا عندنا feel بمعنى يشعر، لما تجيلي بعدها اي adjective اي صفه يبقى يشعر بالصفه دي. feel ال يشعر بالمرض. feel هذا يشعر بالفعل. do revision يعني يراجع، يقوم بالمراجعه. I always do revision before my exam، انا دايما بعمل مراجعه قبل الامتحان. have an operation يعني يقوم بعمل عملية جراحية. have an operation. do an operation يجري عملية جراحية. طب هو ايه الفرق يا مس؟ have an operation يعني تستخدم البيشنت او تستخدم المريض، انما do an operation الطبيب الدكتور هو اللي بيقوم بالعملية، هو اللي بيجري العملية الجراحية. يقطع العملية الجراحية وبيجري عملية جراحية. get better يتحسن او يصبح افضل. I got better after I stopped smoking. أنا أصبحت أفضل بعد أن توقفت عن التدخين. Make a choice يعني يصنع قرار أو بيختار بشيء معين. Make a choice. prepositions أو حروف الجر. أول حاجة عندنا unable to.
unable to غير قادر على I am unable to answer my exam أنا غير قادر على حل الامتحان اللي هي بتسوي إيه I am not able able to قادر على unable to غير قادر على خلي بالك لو سمعت الإكزامبل اللي أنا قلتها هتلاقي إن هي بيجي بعدها verb infinitive addictive to يعني معناها مدمن مدمن على شيء معين زي ما قلنا كده في الشرح الشرط الإدمان لا يبقى للمخدرات بس إدمان لأي شيء هو شخص بيحبه بشغف أو بيحبه بشدة know for sure يعني يعرف بالتأكيد I know for sure that علي isn't in Egypt أنا متأكد إن علي مش موجود هنا بيتر فور جيد لي أو أفضل لي شخص. مثلا هقول لك vegetables is better for you الخضروات مفيدة ليك أو أفضل لي that into your body معنى do an operation معناها يجري عملية جراحية that into your body بتساوي do an operation يجري عملية جراحية language notes النهاردة بتاعتنا فيها كذا نقطة أول حاجة تعالوا كده قولي يعني إيه الفيرب ستوبي سنة تالتة طب بمعنى يتوقف extend برافو عليك طب أنا بتوقف عن عمل شيء أنا هستخدم بعد stop verb يكون في نهاية ING يعني جيرارد he stopped smoking when he got ill هو توقف عن التدخين عندما أصيب بالمرض طب لو بصيت كده للمثال التاني هتلاقيني بقول لك I stopped to buy a pen يعني أنا بتوقف عشان أعمل فعل معين مثلا كنت ماشي في طريقي في فرق في المعنى أنت هنا مثلا كنت بتمشي على رجلك فوقفت لكي وقفت علشان أعمل فعل تاني الفعل اللي جاي بعد تو ده يبقى أنا توقفت عن عمل حاجة معينة علشان أعمل الفعل اللي هنا بعد البريبوزيشن تو إنما هنا stop وراء ING يبقى أنا توقفت عن عمل الفعل اللي جاي بعد stop النقطة التانية اللي هنتكلم عنها هي الفرق ما بين pass و succeed أنا عندي كلمة pass بمعنى يفوز أو ينجح مش بحط معاها preposition ومش بحط معاها حرف جر مثلا المثال بيقول لي he always passes his exams هو دايما بيفوز امتحاناته he always succeeds in his exams هو دايما بينجح في امتحانه طب ايه الفرق؟ احنا قلنا ان pass معناها يفوز أو يمر أو يعدي من بار معين ما بيكونش معاها بروبوزيشن ما بيكونش معاها حرف جر لما سكسيد لازم يجي معاها بروبوزيشن ان ينجح فيه لازم يبقى معايا حرف جر ان ينجح في شيء معين did you succeeded in fixing the computer طب احنا عارفين ان اي بروبوزيشن ممكن يجي بعدها حاجه من الاثنين يجي بعدها ناون يا يجي بعدها جيرند فيرب بلس اي ان جي المثال الاول كان عندي كلمه exam ده ناون والمثال الثاني عندي كلمه fixing اللي هو تصليح فده ايه verb plus ing تالت حاجة عندي verb regret ها في ال vocabulary كلمة regret معناها ايه يندم معناها يندم طب تعالى كده ازاي he regretted starting to smoke هو ندم انه بدأ يدخن هنا احنا استخدمنا regret بعدها verb مضاف له ing او بعدها gerund يبقى انا ندمت على حاجة انا قمت بفعلها انما لو بصينا example number 2 هتلاقيني بقول ايه I regret to tell you that I lost your pen. يعني أنا آسف للفعل اللي أنا عملته ده. بعتذر للفعل معين أنا قمت به. أنا يؤسفني إن أنا أقول لك إن أنا فقدت الألم بتاعك. يبقى أنا هنا استخدمت regret في المثال الأول بمعنى يندم على عمل حاجة خلاص الفعل ده أنا عملته أنا بدأت تدخين بالفعل. إنما هنا أنا زعلان أو يؤسفني أو أنا حزين إن أنا إيه هقول لك سوف أخبرك. يبقى لو regret بعدها to verb infinitive يبقى الverb ده انت هتعمله وهنا regret جاية بمعنى الأسف أو الاعتذار إنما لو regret جاية وراها gerund أو فعل ING يبقى معنى الندم على فعل انت بدأته أو عملته في الماضي بعد كده عندي verb spent احنا عارفين spent بمعنى يقضي أول مثال بيقول لي I spent a lot of time reading أنا قضيت وقت كبير أو وقت طويل في القراية طبعا عندي spend لو جاء بعدها time جاء بعدها وقت يبقى انا بقضي وقت معين في فعل شيء معين طبعا عندي spend ممكن يجي بقى ويجي لي بعدها verb plus ing طب لو عندي spend جاي بعدها كلمة money زي المثال اللي قدامنا ده بيقول لي she has already spent all her money هي بالفعل صرفت كل نقودها يبقى spend ده بمعنى يصرف نقود من فوق بمعنى يقضي وقت هناخد مع بعض اكسرسايز على الجزء اللي احنا شرحناه شوف his long square space because of smoking
الرئتين بتوع حصلهم ايه، لان هو بيدخن طبعا الرئه حصلها ايه دامج، ان هي تم يعني تدمينها، كانت تالفه او متضرره بسبب التدخين. نمبر 2 هي هاز ا فيس ديزيزز فروم تو ماتش سموكينج، التدخين هيسبب امراض في الرئه يا ميس، يبقى هاز ا لانج ديزيز، عنده مرض في الرئه. Some people are faced to computer games addicted, successful, upset, hard. لا مدمنين على ألعاب الكمبيوتر يعني بيلعبوا طول الوقت، يبقى addicted to computer games. My father had an space on his leg yesterday. طبعا والدي حصلت له أو عمل إيه في رجله الأسبوع أو أمس، ده عمل operation عملية جراحية. لحد ما had an operation يعني يخضع لعملية جراحية. سامح في starting smoking، هو ندم انه بدا يدخن، يبقى سامح regretted starting. She always face right choices، خدنا ميك، يبقى she always makes right choices، دايما بتتخذ قرارات او اختيارات صح. طب تعالى كده فكر كده معايا، بص في العنوان ده فكرت حاجه، هو بيقول لك expressing possibility in the past، عبر عن الاحتماليه في الماضي. طب لو فكرت معايا الترم الاول احنا اخذنا الاحتماليه في زمن الايه؟ present، must be او must be او can be او might be او might be، او قلنا might ممكن يجي معاها اي verb imperative، ودي كانت بتعبر عن احتمال لحدوث شيء في زمن present. لو انت متاكد قوي كنت بتستخدم كلمه must be او can be، لو انت not sure او غير متاكد كنت بستخدم might. might be. كنت عارف كده في الخاص ترى هنستخدم ايه؟ قال لي لو انت عايز تعبر عن certainty يعني التأكد، you are sure او you are certain، بس احنا هنا استخدمنا must برضو. excellent، برافو عليكم، اخدتوا بالكم، بس احنا استخدمنا must ايه؟ must have. must have. I must have left my notebook at home، انا في الفصل وقاعد ادور على الكراسة في الشنطة ومش لاقيها، بقول انا اكيد نسيتها في البيت، انا نسيتها خلاص، انا جيت من غيرها. كده بتكلم عن احتمالية لحدوث شيء في الفاصل. متأكد are positive of the verb، متأكد من حدوث الفعل، هتستخدم ايه؟ must have. طب الفيرب هنا ماله؟ past participle تصريف فعل. excellent، ده التصريف الثالث من الايه؟ من الفيرب. طب لو انا متأكدة برضو بس متأكدة ان الفعل ما حصلش، I am certain، انا متأكد بس ان الفيرب بتاعي في حالة الايه؟ النيجاتيف. هل يا ترى هانت في مصر؟ لا، فكر احنا كنا بنستخدم كانت بي، يبقى هنا هنستخدم ايه؟ كانت هي. كانت هاف. الإكزامبل بتقول I have just met Sammy. أنا لسه مقابل سامي حالا. He can't have traveled to Paris. مش ممكن يكون سافر باريس. أنا لسه سايبه من شوية. يبقى أنا متأكد بس متأكد إنه ما سافرش. يبقى في حالة إن أنت تكون متأكد إن الفعل لم يحدث هتستخدم كانت هاف، وبرضه المين فيرب أو الفعل بتاعك إيه؟ باست بارتيسيبل. باست بارتيسيبل. In possibility in the past، متأكد من احتمالية حدوث شيء في الماضي، هبقى عندي subject must أو can have plus past participle من المين verb. ففي حالة ال uncertainty you are not sure، زي الجملة اللي قدامي هنا بيقولي I might have seen this film I can't remember، أنا مش متأكدة إن أنا شفت الفيلم ده قبل كده، أنا مش متذكرة أو مش فاكرة. لو انا بكون عندي حالة عدم التأكد يبقى هستخدم might have، وطبعا زي ما احنا قلنا ان اي have بعدها past participle من الverb. بقى لو انا مش متأكدة من حدوث الفعل ده في الماضي in the past، هستخدم might have plus past participle. طب يا ترى بدل might ممكن استخدم ايه كمان؟ استخدم could have برضو past participle، زي المثال اللي قدامي بيقول لي ايمن could have slept I am not sure، ممكن ايمن يكون نام انا مش متاكد، انا مش عارف، هو مش قدامي دلوقتي، مش عارفه ان كان نام ولا ما نامش، انا مش متاكده من حدوث الشيء ده في الماضي، يبقى هو ايه هستخدم could he. uncertainty هتستخدم subject بعده me او might او could plus have past participle من المين verb. طيب هو انت لما بتيجي تديني نصيحه كنت بتستخدم ايه سنه ثالثه؟ should. وشوت كان بيجي بعدها فيرب ايه؟ فيرب انفينيتيف. انفينيتيف. طب لو انت عايز تديني نصيحه على حاجه انا عملتها خلاص، بتقولي كان المفروض تعملي الحاجه الفلانيه، كان المفروض تذاكري كويس قبل الامتحان، انت النهارده ما عرفتيش تحلي، ما كانش المفروض تنام متاخر، انت النهارده قايم تعبان، يا ترى اديك النصيحه دي او اعبر عن حاجه انا ندمان ان انا عملتها او ما عملتهاش في الباست ازاي؟ هستخدم شود هيف، لان انا بعبر عن الندم ان الفعل ده انا عملته في الماضي، يبقى كان شود هيف. يجب او كان المفروض اعمل الحاجه دي او لم يكن يجب. ها
كنتش المفروض اعمل الحاجات دي. زي الاكزامبل هنا في I should have booked a seat on the train. There are no seats. انا ادمن ان انا ما حجزتش مقعد في القطار لان ما فيش ولا مقعد ايه طلعت القطر هلي. ما فيش لقيتهم كلهم كرسي فاضي. فبقول المفروض كنت احجز كرسي قبل ما اطلع. يبقى I should have booked. انا كده بعبر عن ايه هنا؟ على ندمي ان انا ما حجزتش في وقت سابق الكرسي في القطار. Regret. كان يجب ان او كان المفروض ان should have والباست بارتيسيبل من الفيرب. او لو بقول لم يكن يجب ان ما كانش المفروض اعمل ده يبقى همشي الجملة بتاعتي هستخدم should and have plus past participle زي الجملة اللي قدامي you shouldn't have gone to bed late last night. ما كانش لازم ان انا اروح السرير متاخر في الليله الماضيه. You are tired now. انت دلوقتي ايه تعبان او مرهق قعدت سهران طول الليل وبتعبر عن ندمك ان انت دلوقتي مش عارف تركز او ان انت تعبان وجسمك وجعك. فده بعبر عن الندم في الحالة دي. او حد ممكن يكون بيديني past recommendation بيديني توصية على حاجة انا عملتها في الماضي بيقول لي ما كانش المفروض تعمل الشيء ده. يبقى تستخدم ال subject plus should or shouldn't have وال past participle من ال verb. Let's exercise. اول سؤال يرايت I regret coming late yesterday. انا ندمان ان انا جيت متأخر امبارح عايز استخدم should. هنا هستخدم شود. خلي بالك مطلوب منك تستخدم شود مش شودنت. يبقى انا هقول ايه كان يجب انا اتي ايه مبكرا. كان المفروض اجي بدري امبارح. I should have come early yesterday. طبعا استخدمنا السبجكت بتاعي اي يعني انا اللي بعبر عن ندمي وبعد كده قلنا الندم بعبر عنه بشود هاف بلس باست بارتيسيبل بس التصريف الثالث من كام وهكمل بقيه الجمله بتاعتي early yesterday. خلي بالك ان انت عملت هنا ليت انا خلي المعنى في الرايت زي ما هو فحولنا جبت عكس الصفه اللي عندي عكسها عشان احافظ على المعنى. Peter arrived late. Perhaps he missed the train. هو وصل متاخر ربما يكون فاتوا القطار. انا هنا عايز استخدم might. طيب might بتعبر عن possibility او احتماليه في الماضي لحاجه انا مش متاكده منها. ايه اللي انا مش متاكد منه هنا؟ ان بيتر ان هو ما لحقش القطار او فاتوا القطار. بيتر ممكن يكون فوت القطار. يبقى السبجكت عندي هنا مين؟ بيتر. يبقى بيتر وانا بتكلم عن احتماليه في الباست. might have missed the train. تصريف ثالث missed. بيتر might have missed the train. ربما يكون فاتوا القطار. نمبر 3 I tried the fish at the restaurant but I regret it. انا جربت السمك في المطعم ده بس انا ايه ندمان. يبقى هقول ايه؟ انا ما كانش ينفع ان انا اجرب السمك في المطعم. اجرب السمك ده يبقى I shouldn't have tried the fish at the restaurant. الحاجة اللي انا ندمان عليها هي ان انا جربت او اكلت السمك ده. يبقى I shouldn't have. تصريف الثالث من الفيرب بس بتاعت tried زي ما هي واكمل الحاجة الثانية. I am sure that حسام visited Luxor last month. انا متأكد ان حسام زار الأقصر الشهر الماضي. هنا عايزنا نستخدم must. انا متأكد من حاجة حصلت في الماضي ان حسام زار الأقصر الشهر اللي فات. بحقول حسام must have. أقول حسين must have visited Luxor last week. We are sure أسامة didn't steal the mobile. إحنا متأكدين إن أسامة ما سرقش الموبايل. هنا متأكدة إيه؟ من الفعل كان. بس متأكدة إن الفعل ما حصلش إن الفعل منفي. السبجكت اللي عندي هنا إيه أسامة يبقى أسامة can't have stolen. الثالث من الفيرب steal هو stolen the mobile. هنكمل مع بعض الأسئلة بنوع تاني. choose number one the boy fell off his bike he might pierce his arm. هو fell off هو وقع خلاص يبقى أنا بتكلم في الباست might have broken. might بعدها have والباست participle من الverb. نوال says have been very tired she fell asleep on the bus home. هي نامت يبقى هي لازم تبقى كانت تعبانة. أنا هنا بعبر عن الندم على فعل أنا عملته يبقى shouldn't have shouted. آخر جزء معانا excel yourself rewrite. He did very badly in the exam وعايز نستخدم should. choose I regret space him about the accident he was very sad fell to telling thank you and good boy.